مباراه القمه يوم الخميس لو كنا كتبنا لها سيناريو تاني ما كانتش هتبقى طالعه بالشكل ده او افضل من الشكل اللي طلعت بيه بصراحه على كل يعني الاصعده. فهقول تاني مبروك علينا وصباح النصر مره تانيه. وعندنا النهارده مباراه برضو مهمه جدا طبعا المقاولون العرب. خلينا نتكلم في كل التفاصيل مع كابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق اللي منورنا. بونجور يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الخير. كله كويس؟ واهلا بيكي واهلا طبعا بكريم، ومبروك علينا طبعا. مبسوطين قوي، عملنا ماتش هايل جميل فعلا، ماتش كبير، ومفيش اعتقد يعني سيناريو ولا اروع من اللي حصل. كانت مباراه للتاريخ ومليانه تفاصيل محتاجين نقف عند اغلبها، لو قدرنا نقف عندها كلها كمان يا ريت طبعا. يعني بس تعالى نبتدي من الفكره نفسها، فكره الهيمنه والسيطره اللي اتحققت من الدقيقه الاولى، فكره ان انت عندك شوط اول يدرس، ثلاث اهداف في شوط واحد، لو اخذنا في الاعتبار كمان الهجمتين اللي ضاعوا بتوع قفشه وكهربا كان ممكن الشوط الاول ده ينتهي بخماسيه. فشفت الماتش ده ازاي؟ عينك كانت بتروح لايه اكتر اللقطات اللي وقفت عندها كتير في الماتش ده؟ طبعا قبل بدايه المباراه كلنا كجماهير النادي الاهلي او محبين النادي الاهلي كنا متوقعين ان المباراه يعني ان شاء الله هنكسبها، بس طبعا يعني مش بدري قوي كده، كنا متخيلين ممكن يبقى في نديه اكتر من كده. طبعا طبقا للسيناريوهات مباراه الاهلي والزمالك السابقه او على مدار التاريخ دايما بتبقى مباراه قويه جدا، والمباراه طبعا كانت قويه قوي، بس الاهلي حسمها بدري قوي جدا. النادي الاهلي نازل مركز بشكل كبير قوي. طبعا كل اتحاد كولر طبعا وصل لعيبه النادي الاهلي لفورمه عاليه قوي. يعني انا هاخد من نهايه المباراه جزء صغير، الهدف الرابع، الهدف الرابع فيه ثبات مش طبيعي للنادي الاهلي، وفيه استحواذ هايل تقريبا 19 تمريره قبل الهدف ما يسجل، يعني واضح ان النادي الاهلي وصل لمرحله بدا يتحكم في رتم المباريات بشكل كبير جدا، ان كان متفوق فيها او حتى لو متاخر. هنيجي لو متاخر نرجع شويه مثلا لمباراه الوداد، البطوله، النادي الاهلي متاخر ولكن قدر يحسم البطوله في لحظه. النادي الاهلي متقدم نفس الكلام، حسمها بشكل كبير ان انت تكسب رباعيه ونادي الزمالك في توقيت زي ده رغم ان انت واخد الدوري واعصابك مرتاحه، طبعا اعتقد ان هو انجاز كبير قوي. وزي ما قلت لحضرتك كريم، تفاصيل كتير جدا في المباراه كلها اعتقد ايجابيات للنادي الاهلي، بدايه من التسجيل في الدقيقه الثانيه والاصرار على التسجيل، بعد كده سجلنا الهدف الثاني وسجلنا الثالث، كورتين واحده في القايمه بتاعت مجدي قفشه كان ممكن نطلع بسكور. القايمه كانت مركزه معانا قوي بصراحه. ايه اللي حصل؟ لا لا يعني على الصعيدين بصراحه كانت غريبه جدا. لا ال 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 النادي الاهلي في المباراه دي احساسي الشخصي، وخاصه انا طبعا بحيي مجدي قفشه، عمل مباراه كبيره جدا وكان اميز لاعب في النادي الاهلي في ال في ال في, في, ال في بدايه المباراه، وبعد كده طبعا حسين الشحات عشان سجل، حسين مركز كويس وسجل.